المشاهدون الكرام، حلقة جديدة من حديث الناس، أهلا بكم. من خلال هذا البرنامج نحاول جاهدين أن نوصل صوت المواطن إلى المسؤولين وأن نكون العين الصادقة التي تنقل الحقيقة إليهم. ما زلنا نفتح ملف أن تكون العاصمة عاصمة أجمل. في هذه الحلقة نتحدث عن الشركات العاملة في مجال النظافة. نسعد أن يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ علاء الدين علي جبير، رئيس مجلس إدارة شركة كوستيلا للنظافة. مرحبا بك حبابك. يا أهلا وسهلا فيكم. كذلك نسعد أن يكون معنا مجاهد سيد أحمد، المدير العام لشركة الرياض للنظافة. حبابك للحلقة الثانية. الله يبارك فيكم يا أخوي. كذلك نسعد أن يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ نور الدين رحماني، مدير شركة أوزون للنظافة. مرحبا بك حبابكم. الله يبارك فيك، شكرا. كذلك سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد طه المليجي، المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم. النفايات المنزلية غنية بالمواد العضوية، وذلك يساهم في تكاثر البكتيريات خاصة الضارة منها، مما يسبب ظهور عدة أمراض خطيرة تؤثر على صحة الأشخاص المعرضين لهذه النفايات. أبرز هذه الآثار السلبية للنفايات التي تؤثر في صحة الإنسان تأثير الغازات السامة المنبعثة من النفايات المحروقة على مستوى مراكز التراميد أو المطارح العشوائية، حيث تؤثر هذه الغازات على الجهاز التنفسي للإنسان، مما يسبب إصابته بعدة اضطرابات كالربو وعرقلة نقل الأكسجين إلى الدماغ، كما تسبب بعض المواد السامة مثل الديوكسين عدة اضطرابات على مستوى الجهاز المناعي والعصبي والهرموني للإنسان، بل قد يسبب في الإصابة بالسرطان، مما يؤدي هذه التلوثات إلى أمراض عديدة. وهذه المياه الجوفية قد تسبب غازات سامة تصل إلى باطن المياه الأراضي، مما يؤثر على مياه الشرب. خلونا نشوف الحكاية شنو ونرجع لكم. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن شركات النظافة العاملة. هذه الصور عرضنا منها أمس التي مكتوبة قبل دي كانت أول مبارح، وجزاهم الله خير شركة الرياض مشكورين، قاموا بتنظيف هذه الأوساخ بعد أن عرضناها قبل أمس. حقيقة يشكرون على هذه الجهود. دي كانت بعض المستنقعات الموجودة في الخرطوم 3، بعد ما يعني وعدونا انه هم حينهوا الشكل ده ما حنشوفه تاني تماما، مشكورين جزاهم الله خير. الصورة بعد توضح انه هم غطوا المجرى وغطوا وشالوا النفايات اللي كانت موجودة على اطراف المجرى. كمان كانت دي صورة موجودة في إحدى الأحياء، كانت مليئة حقيقة بالنفايات. مشكورين شركة الرياض وعلى إدارتها الأستاذ مجاهد، وحقيقة من الأشياء اللي يشكرون عليها إنهم تابعوا حالة الأخت فاطمة وقاموا بالاتصال بها. طيب دي صورة في السجانة. الصورة دي في السجانة التي هي تندرج تحت شركة أوزون. طيب دي تقريبا بالقرب من المنطقة الصناعية. شركة أوزون هي التي تعمل في هذا الحي. دي صور من الديوم الشرقية، الشارع الرئيسي للديوم. حقيقة يعني ما رأينا بعض المناظر اللي كانت ترى في الشوارع الأخرى، هي تابعة لشركة أوزون المغربية. عندنا مجموعة كمان من الصور توضح انه هم مهتمين. دي واحدة من المعدات بتاعتكم والحاويات التي هي تابعة للإخوة في أوزون، وهي عندها أغطية. الغريبة انه بقية الحاويات ما عندها أغطية، ما بعرف هل هم ملتزمين بهذا الشرط والآخرين لا يلتزمون به. الخرطوم 2 برضو تابعة لشركة أوزون. الشارع يكاد يكون نظيف. عاد الخرطوم 2 تابع علينا، تابع عليكم انتم، تابع للرياض، شركة الرياض. طيب هي حقيقة شارع نظيف تشكرون عليه.
وحقيقة يعني ما وجدنا شيء موجود سواء على الجنبات وعلى الشارع، ده أمر حقيقة يشكر عليه الإخوة. الخرطوم ثلاثة تابعة لشركة الرياض، شركة الرياض برضو، يترأسها الأستاذ مجاهد. ده شارع المك النمر. طيب شركة كوستيلا هي تابعة لشركة كوستيلا، تابعة لشركة كوستيلا. نعم. شارع المك النمر. طيب هي بتغطي الخرطوم شمال مش كده؟ نعم، قطاع الخرطوم شمال. ممتاز. طيب يعني بعض الأحجار المتناثرة، لكن ده شارع 21 أكتوبر. 21 أكتوبر تابعة لشركة كوستيلا. كوستيلا، نعم. أيوة نعم. طيب يعني حقيقة المشاهد العامة تدل على أنه الشركات جزاهم الله خير شغالين في خاصة. طيب دي الصورة دي أمام منزل الحاجة فاطمة، كويس؟ أنت كتبت الكتابة دي؟ لا ما كتبتها. ما كتبتها أنت. طيب الكتابة مكتوب عدم رمي الأوساخ، وفي حال الرمي تتعرض لدفع غرامة 50 جنيه. دي الحاجة فاطمة. 50 جنيه. نعم. دي كتبوها لحجة فاطمة؟ لا هي كتبتها نفسها، لا من العربية جات قبل، أصلا ما لقينا حاجة كثيرة ثلاثة. طيب حنرجع إن شاء الله لقصة داح الحي اللي تسكن فيه الحجة فاطمة، وحقيقة هي تشكر الإخوة الذين قاموا بتلبية النداء والذهاب إليها. وللأمانة اتصل بها الأستاذ مجاهد بعد منتصف الليل واتجه إليها بعربة نظافة. هو تخيل إنه المسألة حتكون كبيرة، فشال عربية فاضية عشان يمشي يشيل كل فتوجد يعني شيء قليل، لذلك يشكر عليه سواء كان قليل ولا كثير، يشكر على تلبيته. إفراديون كان ما أكثر. تشكرون عليه. طيب يعني خلونا بعد ما شفنا الصور والفيديوهات، وصور كانت قبل أمس وصور اليوم الحمد لله هي نتائج طيبة، لكن إحنا ما دايرينها تكون على نطاق الخرطوم بس، إحنا دايرينها كمان تنطلق في بحري وفي أم درمان وفي الولايات وما تجيب في حتة واحدة. طيب يعني دعوني أبدأ مع أستاذ علاء، المناطق اللي أنتوا بتغطوها هي شنو هي؟ نحن بنغطي قطاع الخرطوم شمال، بيبتدي من الكوبري، كوبري الفتيحات، عبورا بشارع الطابية، امتدادا حتى منطقة القوات المسلحة القيادة العامة إلى كوبري كوبر، ويتجه شمالا مع النيل ويتجه غربا إلى كوبري القديم، كوبري مدرمان. طيب يبقى من غطي المنطقة، منطقة الوسطية بالنسبة. طيب يعني الصور اللي احنا شفناها الآن هي بعضها تابعة لشركتكم يعني. نعم، انتوا عرضتوا صورة لشارع المجنمر وشارع السيد عبد الرحمن، وده كلهم يتبعوا لنا نحن شركة. طيب كوستيلا. طيب بالنسبة لأستاذ نور الدين، انتوا في شركة أوزون. نعم. شركة المغربية التي تعاقدت معها المحلية لاحقا، والتي دخلت بميزانية قدرها 46.5 مليون ألف جنيه، يعني 46 مليار و500 مليار. نعم. طيب بناء على أي أساس أدوكم الأحياء اللي أنتم شغالين فيها الآن؟ هي في البداية أعطونا الأحياء كبداية، لأن إحنا المفروض أو بعدين حنتولى إن شاء الله تدبير المحلية كلها وبعد المحليات أخرى إن شاء الله، ده الهدف الاستراتيجي متوسط المدى. يعني انتوا دايرين تمسكوا بإذن كل الله. المحليات بإذن الله تعالى. نعم. بس ماسكاها بس سابقا. 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 نعم. ده أول حاجة، حاليا أخذنا النص فقط كبداية على اعتبار يعني دراسة ميزانية المحلية وما يسمح لها بإنفاقه فيما يخص النظافة، لأن التدبير الدولي ما هو زي التدبير المحلي، يعني التدبير الدولي
في معدات، في تخطيط، في استراتيجيات، في طرق عمل، في خبرات، يعني ده بيخلق الفارق. نعم. طيب يعني انا سؤالي برجع له ثاني، انه على اي اساس انتم ادوكم المنطقه دي ام انتم اللي طلبتوا؟ لا، ما احنا هم المحليه اللي اختارت الاماكن دي. احنا كنا في البدايه كان في معيار معين للاختيار؟ لا، معيار، ما معيار، بس قالوا لنا حتبدوا في المناطق دي، وبعدين لما تثبتوا جدارتكم ان شاء الله، وده اكيد، حتتوسعوا في باقي المناطق ان شاء الله. طيب فكرتكم انكم تمسكوا المحليات كلها قلتها؟ باذن الله. نعم. هل ده بيكون في تنافس مع الشركات أكيد المحليه؟ اكيد تنافس شريف، اكيد اكيد تنافس، وتنافس بدا. طيب تنافس بدا. طيب شنو الاليات اللي انتم جبتوها وهي مختلفه عن الاليات الموجوده؟ نعم. او شنو التقنيات الحديثه اللي انتم استخدمتوها هي ما موجوده حاليا ولا مستخدمه في الشركات المحليه؟ هي اللي ستستعمل، لان في بدايه اي مشروع هناك استراتيجيه وتخطيط. في البدايه نعمل فقط حاليا في ازاله النقط السوداء وتهيئه اماكن العمل، لان فيما بعد سوف يعني نثبت السيستم بتاع الشركه. احنا شركه مغربيه، شركه دوليه، شركه شغاله في المغرب، يترأس السيد رئيس المدير العام السيد عايز بدراوي، يعني تشتغل في 43 مدينه في المغرب. هي رقم اول، يعني الشركه الاولى في المغرب من ناحيه راس المال وعدد العمال وكل حاجه، وشغالين في باماكو العاصمه، وفي نيجيريا وغينيا كوناكري حنشتغل فيها ان شاء الله. عندنا خبره في الدول او الدول الافريقيه بحيث عدد السكان والعادات والتقاليد، يعني عارفين كيف نتعامل مع الساكنة وما تنتجه من نفايات، خصوصا نوعية نفايات، طريقة تعاملها. معدتنا معدات يعني متطورة. أول حاجة عندنا، أو يعني هو نظام الحاويات لما موجود، نظام الحاويات والحاويات بسيستم متطور بكاميرا يعني خلفية وكذا، يعني ده أول حاجة. ثاني حاجة عندنا مكانس، هنستعمل مكانس، لان في ما ممكن تستعمل مكنسه في البدايه. ما جبتوها الان معاكم؟ جايه في الطريق، بس لازم تجي الاتربه الاول، الاتربه المتراكمه، لان طيب انتم عندكم الان في بعض الصور الموجوده. نعم. في السجانه. نعم. هي تندرج تحت شركتكم. نعم. هي حقيقه للامانه يعني ربما تكون هي المشاهد الوحيده اللي احنا لقيناها وركزنا عليها، لانه. نعم. بقيه الاماكن كانت دي تابعه عليكم الان. نعم. المشاهد دي الان هي في الاحياء التابعه لشركه اوزون. نعم. احنا طيب ده جنب النادي الاهلي. لا عارف. نعم. احنا ابتدينا حاليا بادين بور المنشيه، جايين في البور المنشيه، يعني جايين انتم شغالين، غالبا حيكون مخطط تقريبا اسبوع حنكون ساهينا بور المنشيه، وحنبدا في السجانه وفي الامتداد. انتم الان لكم كم الان في السودان؟ 20 يوم تقريبا. 20 يوم. 20 يوم. نعم. يعني بالنسبه لكم ال 20 يوم ما كافي بانكم انتم تغطوا كل الاماكن وتصلوا للسجانه؟ لا، لان في تراكمات قديمه، دخلنا بعض المناطق اللي الناس قالوا فيها 20 يوم 30 يوم ما شالوا نفايات، وفي اتربه بقايا البناء. يعني طيب البداية. يعني نقول للاخوه. نعم. في السجانه الناس دي اللي جايين لكم اكيد 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 حيشوفونا هناك، وبآليتنا اسبوع من اليوم ده ان شاء الله، 8 ايام، اليوم اثنين مقبل ان شاء الله هيكون في سجانه. طيب الاخوه في السجانه ان شاء الله تعالى احنا حنصلكم بعد اسبوع ان شاء الله تعالى، وحنصور وحنكون على وعده، زي ما صورنا امس بعض المشاهد. احنا صورنا الان دي. نعم. انتهينا منها، وحنصور ان شاء الله بعد ما تقوموا بالتنظيف، زي ما عملنا امبارح مع شركه الرياض. وعدونا بانه المشاهد دي حتتشال تماما، واوفوا بوعدهم وتشالت وعرضناها الان. طيب انتوا اللي قدمتوا الطلب للمحليه السودانيه، ولا هم اللي قدموا لكم طلب بانكم تجوا لي جاي؟ لا، في شركات جو، بس كان يعني احسن عرض تقني هو بتاع الشركه المغربيه، فكان يعني، ونشكر الثقه التي وضعها فينا السيد معتمد محليه الخرطوم في الشركه، يعني كان يعني اختيار انطلاقا من عرض تقني يعني مهم، وان شاء الله ما حنخذله ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب. ولسه كنا ان شاء الله. استاذ علاء، في بعض الشركات هي
من تتحصل على الرسوم والبعض الآخر يتعاقد معها دون أن تتحصل الرسوم من المواطنين. أنتم من أي نوع من الشركات دي؟ نحن منقدم خدمة مع التحصيل. طيب والعرض شنو يعني؟ يعني هل الشركة دي بتجي تقدم طلب وتقول لهم يا جماعة أنا حقدم خدمة مع التحصيل ولا بدون التحصيل، والميزة شنو يعني؟ والله أنت ما بتقدم طلب حقيقة، لأنه هي المحلية بتعرض القطاع نفسه برمته، يعني سواء كان خدمة مع تحصيل أو خدمة فقط، وتقوم المحلية بتحصيلها. بتحاول عادة المحليات تخفف الأعباء على الشركات في المناطق السكنية، ودي المناطق اللي بنلقى فيها صعوبة تحصيل الشركات، فالتحصيل بيكون ضعيف جدا جدا. الشركات المحلية بتدفع ضعف ما يتحصلوا على انه يكملوا للشركات وتقدم العمل جيد وتقدموا للمواطن. طيب بعد الفاصل ان شاء الله تعالى سنعرف لماذا بعض الشركات تجبر المواطنين بان تضع اكياس النفايات داخل البيوت والا تخرجها خارج البيت. يا ترى هل بقاء هذه النفايات داخل المنازل افضل ام بقائها في الشارع؟ بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. نتحدث في هذه الحلقة عن الشركات العاملة في النظافة، مواصلة للحلقات السابقة، وشعارنا أن تكون الخرطوم عاصمة أجمل. أستاذ مجاهد، حقيقة يعني بعد أن يعني تشكرت الأخت فاطمة بعد مواصلتك معها بعد منتصف الليل، يعني ربما انت كنت متخيل انه الامر ربما يكون شيء كبير جدا. بالضبط كده. طيب الحصل شنو؟ الحصل انه على طول بعد الحلقه مشيت على الخرطوم 3 ووجهت عربيه، واللي هي كانت قريبه ذاتا من 3، هي اللي هي بتخدم المثلث فوق الحاويات لانه خدمته دوريه. من المثلث على طول توجهنا للحجه فاطمه، فتفاجئنا يعني لقينا اكياس قليلة. قلت لها وين التراكمات اللي قبل 4 5 يوم اللي قلتها ما جات العربية؟ قلت لها الله أعلم دي تكون حق 3 يوم ولا يومين، دي ممكن يكون إفراد حق يوم واحد أو أقل من يوم. طيب ما ممكن يكون شالوه وهم تصرفوا فيه، لأنه الموضوع هي قالت من بعد العيد، بالتالي هي بتشيل قالت بصورة يومية يعني. طيب هي ما لكن هي دايرة الشارع، هي دايرة جايتكم دي تكون مستمرة. طيب أنا ما خليت الموضوع على حجة فاطمة ولا كانت اللي لقيتها قليلة. على طول مشيت سألت من المزهول اللي هو ضابط الصحة، المزهول من الخرطوم 3 جنوب حسب تقسيمنا، واستدعيته واتضح انه جاء يعني بناء على كلامه وعلى الحاجة اللي انا شفتها اصلا، يعني ما حاجة كثيرة بتاع التراكمات بتاعت يومين او 3. وفي نفس اليوم هم كانوا شغالين فيه، وفي نفس اليوم اللي هو قالت العربية لا اسبوع ما جات او لا 6 يوم، ونحن جرينا الشارع كله يعني ربع العربية اللي هو العربية صغيرة دخلناها لانه شارع ضيق اصلا ما شاله. بعد ذاك وجهنا العربية للخور لانه نشفت. طيب يعني قدرت تشيلوها؟ قدرنا نشيلها لانه غيرنا الآلية ذاتها، الآلية اصلا على المنطقة بتاعت الخرطوم 3 المفروض تجي ضغطة كبيرة، الضغط اللي هي فوقه طبعا كومبوكتر وكوريك وانسيالات جوا، الحاجه دي بتعرقل في الحركه، ما ممكن نشيل فيها قطع، ما ممكن نشيل فيها تراب، ما ممكن نشيل فوق حاجات لينا، دي حاجات فنيه معروفه. قمنا جبنا قلاب. طيب حتى المشاهد يكون معانا في الصوره، يعني احنا كان يعني ابتسامتنا دي ولا ضحكتنا كانت على انه امبارح كانت لينا والليله نشفت. الحمد لله. الحمد لله. طيب هي معانا الان على الخط حجه فاطمه. السلام عليكم حجه فاطمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الليلة واضحة عليك. يعني الليلة هادئة ومبسوطة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بمجرد ما انتهى البرنامج يعني مجاهد طلعنا معاه وكلنا نحن مع الأولاد شالوا الوسائل يعني اسمعيني الحاجات المتراكمة. حجة فاطمة اسمعيني من الهاتف لو تكرمتي. ايوه سمعت من الهاتف. وطي التلفزيون واسمعيني من الهاتف. ايوه تفضلي. خلاص فقلت لك جاني مجاهد وشال الأمغاء الوثائق يعني والحمد لله رب العالمين. هسي وعدني انه العربيه تجينا مرتين في الاسبوع يضرب الصفاره نطلع الوثائق برا، ما خدتها في الشارع لانه الشماسه يفرتقوا الاكياس والكلاب وكذا يعني. يعني حجه فاطمه انت نبرتك امبارح
يعني كان فيها نوع من الزعل والانفعالية لأنه كانت النفايات موجودة. الليلة أنت مبسوطة ما شاء الله، الفرق شنو يعني كونها تكون موجودة ولا تشالت بالنسبة لك أنت؟ النظافة من الإيمان، الفرق الشارع نظيف وجميل وذات كده واحد نفسته يصلح. يعني بعد لو شالوا منكم قروش الخدمة ذاتها ما عندكم مشكلة؟ والله بندفعها حتى زمان لما أنا ما بنقول ما بندفعها، بندفعها بس حندفعها بمزاج طبعا. طيب الكتابة الموجودة في الحيطة عندكم الكتابة منو؟ كتبتيها انت؟ كتبتها انا لانه ما زالوا خدتها، الحتة دي كانت صعبة شديد. كتبتي شنو؟ كتبت ممنوع رمي الاوساخ في يعني في الحتة دي وفيها غرامة 50 جنيه. وريته انه عملت سهم كده انه يودوا الوساخة في المكب، وانا كلمتهم قلت لهم العربيه بتجي زي ما وعدني مجاهد، العربيه حتجينا مرتين في الاسبوع. تمام، الناس مبروك يوم يضلوا الوساخه. يعني شكرا لكم. شكرا، مبروك مبروك يا حاجه فاطمه. هو قال لك حتجي العربيه ثلاث مرات في الاسبوع. ثلاث مرات. نعم. تمام. وبعدين محل الخور بقى نظيف، بس في مشكلتنا بقت المويه في الخور، نشوف لنا كمان جهه ثانيه. مبروك حجة فاطمة، ونتمنى انه احييكم وكل الاحياء الموجودة في الخرطوم ان شاء الله تكون على اجمل ما يكون. شكرا جزيلا، وشكرا للاخوة في شركة الرياض. طوال جميلة ونظيفة ان شاء الله، احنا كمان بنزل نعمل حيات ثانية كمان جدا. والعليكم كمان اكبر بانكم توعوا المواطنين بانهم يخطوا الدفايات في صورة في 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 الحتة المخصوصة لها. شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا حجة فاطمة. بالنسبة يا أستاذ نور الدين، بعض العربات وهي شايلة الأوساخ هي نفسها بتكبكب الأوساخ وهي ماشية في الشارع. طيب هل في معيار معين وفي آليات معينة وطرق محددة العربات دي المفروض تمشي بها وأحجام محددة ما تزيد عنها النفايات، ولا ما مشكلة خليها تمشي وتكب وبعدين ترجعوا تاني تواصلوا اللي تكبه تشيلوه؟ هو بيتكلم على القلبات الصغيرة ما الكبيرة. الصغيرة احنا وضعين نظام شبكة بيلف من سطح القلاب عشان تفادي سقوط اي حاجة من بعد. احنا جايبين وضعين شبك عشان يتفادى الموضوع ده. الموضوع اكيد موجود، ولكن لما جينا احنا الموضوع ده يعني ما يعني اصبح من الماضي. هذا الشبك هو المهم، هو الأساس عشان يغطي القلاب. كان موجود شنو لما جيتوا انتو؟ لا يعني كان عادي، هما كان قلابات كبيرة بيشيلوا النفايات فيها، يعني ما عندها نظام يعني غطاء من فوق. موجود غطاء مشمعي موجود. نعم. مشمع كبير بيغطي القلاب من بدايته لحد النهاية، هو مربط بكل الجنبات. لكن يعني قاعدين تعملوا به ولا موجود بس ممنوع على عرض الوقت؟ ممنوع القلاب يدخل المكب من غير مشمع، بيرجعوه ممنوع ما تفرق. يعني لازم يكون المشمع ده موجود عشان انت تدخل المكب وتفرغ. في بعض الاحيان تجد سلوك فردي بتاع السائق يهمل او ينسى ما يعمل غطاء. طيب وفي حاله زي دي انتوا يعاقب السائق؟ نعم. العقوبه العمال يعني على حسب، يعني احنا يعني لسه ما وقعنا في المشكله عشان نعاقب. في لوائح بتاع المسجله في مكتب العمل بتاع جزاءات، يعني غالبا بيكون انذار تنبيه عشان ما يسقط لان نعم موضوع مشين. استاذ علاء، هل في عقوبه يعني تردع المواطن لما يكب نفايات زي ما حجه فاطمه قالت، هل بيرمي الوساخه هنا بيدفع 50 جنيه؟ والله حقيقه في عقوبه، لكن احنا كشركات ما نقدر نفرضها على المواطنين، دي مسؤوليه المحليه. والعقوبه عباره عن شنو هي؟ هي المفروض تكون مخالفه في انذار للازاله، وبعدها بيجي المخالفة، ودي بتحديدها حسب لوائح المحلية الموجودة. نحن كشركات علينا نزيل النفايات والتراكمات، وننزل المواطن شفهيا أو نقدم له إنذار كتاب إنه يشيل النفايات أو يخدها في الوضع الصحيح. لكن دور المواطن أنا بفتكر إنه حتى الغنوات مفروض تساعد كمان في نشر الثقافة للمواطن، لانه عندنا نحن المواطن يحتاج ثقافه كبيره جدا بالنسبه للتعامل مع النفايات. عندنا نفايات صلبه وعندنا نفايات سائله وعندنا انواع كثيره من النفايات، المواطن بيتعامل فيها بشكل واحد.
يبقى نحن لو كان عندنا برامج تسقيفية. ما لكن انتم ما وفرتوا لهم، يعني انت الحاوية بتاعتك يعني ما بتشيل الصلبة براها والسائلة براها، انت حاوياتك يا دوب اصلا تشيل الحاجات البسيطة الممكن يطلعها المواطن. ما صحيح، يعني عندنا نحن الحاويات موجودة، وعندنا قلابات موجودة ومتخصصة لكله، قلاب مخصص لكله نوع من النفايات. لكن حتى بالنسبة للنفايات مفترض تطلع في وقت معين، يعني أنا عندي في القطاع بتاعي بشتغل 24 ساعة، عندي وردتين، بمتلك أكثر من 22 سيارة بتشتغل وردتين، أنا عندي ما أقل من 450 عامل، فيهم عمال بيادة، فيهم عمال تحميل، عمال عربات، العمال دي كلهم بشكل منتظم في خلال مدار 24 ساعة بنكون شغالين. نحن قطاعنا قطاع حساس جدا، وزي ما شفت انت ولفيت يمكن قطاعنا من انظف القطاعات. اول حاجة بالنسبة لنا كشركة عندنا الخبرة والدراية، وعندنا بروبوزر قدمناه. المهم في المواطن ما داير الارقام والاسماء والخبرات الطويلة الما موجودة على ارض الواقع. نعم. المواطن داير حاجة على ارض الواقع. نعم. داير يشوف ارض الواقع عندنا موجود. يعني حجة فاطمة اليوم مبتهجة لانه النفايات اتشالت. نعم موجود، وبعدين ده المواطن هو نفسه المفروض يساعد، ها يعني يساعد نفسه ويساعدنا ويساعد المحلية نفسها في الدور ده. يعني لو لاحظ المواطن داير لو في شركة عندها ثلاثة عربات بس، والثلاثة عربات دي مدورة 24 ساعة، احسن ليها من شركة تكون عندها اسطول بتاع عربات ولا عندها 22 عربية وما قاعدين يشوفوها المواطنين. أستاذ الكريم، كمية النفايات الموجودة والإفرازات اليومية عالية، يعني نحن مغدر من ناخد أكثر من 27 ألف طن شهريا من الغطاء، بما أنه نحن في غطاء يمكن يكون شوية أنظف من القطاعات السكنية. ثانيا المواطن يلاحظ لو في منطقة الخرطوم، محلية الخرطوم، المعتمد نفسه مشكور وانا بقدم له يعني صوت شكر من خلالكم، بيقيف بنفسه وبسهر الليالي وبيطلبنا نحن كشركات منقيف معه في القطاعات الثانية. يبقى انا بالنسبة لي كعمل قطاع في القطاع الشمال، ولكن بساعد في كل القطاعات الموجودة. طيب بعمل نخلات وبعمل كده، المعتمد 24 ساعة شغال، يعني المواطن لو شاف المعتمد وشافه شغال وشافه كده بالعكس المفروض يكون فيه يعني يقدم له شكر ويعرف انه في اجتهاد ويجتهد معانا. المواطن ما عنده مانع انه هو يشكر اي زول قام بالواجب، من المعتمد الى الوزير الى مدير المحلية الى ادنى موظف، المواطن لما يلقى خدمة بقول شكرا الف شكر، ونحن قاعد نقدم طيب خدمة. لكن لما ما يلقى خدمة ويجي ياخذ منه خدمة او رسوم مقابل خدمة، هنا ما اعتقد زول حيرضى انه هو يدفع اصلا. طيب انا دار انتقل لك لجزئية تانية. نعم. هل الشركات دي هي ملزمة بانها هي تأخذ كل النفايات الموجودة في الشوارع، ولا هي عندها اشياء محددة تتعاقد معاها المحليات في انها هي تشيلها؟ يعني مثلا الان الاشجار الموجودة على بعض الشوارع، الانقاض، بعض الحيوانات الميتة، بعض مثلا الاشياء اللي لها علاقة مثلا بالبناء والتشييد، انتوا بتشيلوا كل حاجة ولا عندكم حاجات محددة؟ يعني بتجي ماشي من الحاجة كده وتقول لا دي ما حقتي افضها وامشي؟ بالتأكيد العقد بكم عقد متكامل، المحلية لما تخط التصور بتاع العقد بتخطه متكامل. بالنسبة للشركات عندنا نحن كل النفايات الموجودة دي مسؤوليتنا، كويس. حتى بالنسبة للمصارف لما نطلعوا الأتربة والنفايات من المصارف، نحن ملزمين بنشيل النفايات، وإذا لقينا إنه الشركة الثانية المتعاقدة متأخرة في إنها تشيل الأتربة بنشيلها نحن. عندنا قطع أشجار مفترض علينا برضو يكون في كنس ترابي، كويس، يعني بعد ذاك بنخش في المرحلة الثانية بعد التراكمات وبعد إزالة النفايات، بنخش في المرحلة التجميلية اللي هي بنشوف وين الأخطاء، إنه ممكن نحن نعمل انترلوك في حتة بتجيب أتربة. طيب معنا على الهاتف الأستاذ أحمد طه المليجي، المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج حديث الناس. نتحدث اليوم مواصله لما بدانا من حديث حول الشركات العامله في مجال النظافه. استاذ احمد، لجأتم في الفتره الاخيره للتعاقد مع الشركات بعد ان كنتم يعني تقومون بجمع النفايات بانفسكم، ما الذي تغير؟ حقيقه النفايات طبعا عمل مكلف جدا ويحتاج الى تفرغ تام ويحتاج الى جهات تخصصيه في مساله الاداره المتكامله لنقل النفايات. نحن من خلال تجربتنا راينا انه نشرك القطاع الخاص ونشرك شركاء اخر او ناس اخرين يعني معانا حتى نتمكن من نظافه هذه المدينه، لانه كما تعلم يعني ويعلم المواطن انه ظل مشكله النفايات هي مشكله كبرى تعاني منها يعني محله الخطوبه تعاني منها الولايه عموما. فمن التجارب التي بداتها من زمن طويل محليه الخطوبه في اشراك القطاع الخاص. طيب نقل النفايات. استاذ احمد، هل هذا يعني انكم اعترفتم واستسلمتم لان الامر اكبر من حجم المحليات وبالتالي لابد من مشاركه الشركات؟ لا، ما هي ليست مساله استسلام، ولكن احنا خبراتنا وتجاربنا في المساله دي احنا قدناها لعدد من السنين وما وصلنا للمرحله التي احنا نرجوها والتي ترضي عن طموح مواطننا، ولا ان نخلق من الخرطوم عاصمه نظيفه كشبيهات من المدن اذا كانت في افريقيا او في العالم العربي او العواصم. فالان احنا استخدمنا شركات متخصصه، عندنا بعض الشركات يعني جاتنا براس مال كبير جدا وجاتنا باليات معده اعداد جيد جدا لنقل النفايات ومستورده من دول يعني هذه المعدات والاليات بطريقه تستحمل الجو في السودان وتستحمل الظروف بتاعت السودان وتستحمل ظروف المدن في الخرطوم. نعم استاذ احمد، يعني انتم اخترتم هذه الشركات بناء على معايير محدده، ترى ما هذه المعايير؟ انا استاذنك في فاصل قصير، ابقى معي على الهاتف، سنعود لمواصله الحديث. بارك الله. مرحبا بكم من جديد، معي على الهاتف الاستاذ احمد طه المليجي المدير التنفيذي لمحليه الخرطوم. مرحبا بك من جديد استاذ. الله يبارك فيك، الله يسلمك. المعايير التي يتم من خلالها اختيار هذه الشركات اللي انتم بتتعاقدوا معاها استاذ احمد هي شنو؟ هي نحن عندنا معايير اللي هو في مجال عمل النفايات، المعايير الخدمة التي نطلبها اللي هو يعني عندنا نقل النفايات من الأحياء اللي هو من القطاع السكني، ونقل النفايات من الأسواق، ونقل النفايات من الشوارع الرئيسية، وخدمة المؤسسات، ونظافة الميادين، و الكنس الترابي، وازاله الشجيرات والحشائش الطير المرغوب فيها. هل بالفعل الشركات دي قاعد تقوم بالشروط الموجوده على الورق ولا هي بس مجرد؟ نحن في متابعه، عندنا لجنه تقييم اداء هذه الشركات، والان هي طبعا بعض الشركات نحن عندنا شركات يعني اصدقك القول بانها يعني ليست بالكفاءه المطلوبه ولم تقم بالمعايير المعمول بها للنظافه. ديات شركه يا استاذ احمد؟ ديات شركه ما بتقوم بالنظافه المطلوبه؟ والله يا اخي انا ما بس انا عندنا بعض الشركات عندنا كويسه، وعندنا شركات يعني لا ما ارضى طموحنا او تطلعنا في مجال النظافه، يعني ما المفترض انكم تتخذوا تجاه الشركات دي؟ بكل تاكيد احنا عندنا لجنه بتاع التقييم، هذه اللجنة يعني ترفع تقريرها وكل شهر ترفع تقريرها، وإذا لم تستطع هذه الشركة في الإيفاء بالمعررات تحت النظافة نحن نوقف هذه الشركة، وقد أوقفنا عدد من الشركات، يعني عدد من الشركات كانت تعمل معنا في مجال النفايات، وهي شركات حقيقة
شركات يعني محلية، يعني حتى رأس مالها وإمكانياتها ضعيفة، لكن الآن لجأنا لأن نتعاقد مع شركات عالمية. أستاذ أحمد، أنتم من البداية عارفين أن الشركة رأس مالها ضعيف، وأصلا هي يعني ما تستطيع أن تلبي كل حاجيات المواطن، ليه أصلا من البداية بتتعاقدوا معاهم؟ الحوجة، نحن محتاجين، لأنه نحن حتى القطاع الخاص بتاعنا ندربه ونطور من 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 مقدراته عشان يساهم معانا في وزارة النفايات، وننقل المسألة من قطاع حكومي للقطاع الخاص عشان يكون بمتطلبات المسألة. يعني كم هي يعني كم هي المدة التي تمهل هذه الشركات؟ يعني أنتم بتدوم قدر شنو وبعدين بتشيلوا منهم التراخيص؟ ثلاثة أشهر. يعني نص العقد على أنه يديه فترة تجريبية مدة 3 أشهر يزيل فيها التراكمات ويضع فيها خطة وبرنامج مستمر لدخل النفايات. إن لم تستطيع الشركة المعنية أنها تؤدي هذا العمل خلال 3 شهور يتم إيغابه تماما، ونحن نخش كقطاع حكومي في إدارة قطاعاتنا اللي احنا كانت ممكن للشركات المعنية. طيب أستاذ أحمد، يعني ربما المواطن يتساءل أنه في ظل وجود الشركات المحلية، ليه السبب شنو خلاكم أنكم تتعاقدوا مع شركات أجنبية والشركات المحلية السودانية هي موجودة؟ نحن أنا في سابق حديثي يعني أنا تكلمت وقلت لك أنه نحن الآن كنا يعني في رأينا أنه نعطي القطاع الخاص السوداني الفرصة في أن يقوم بعمل النفايات ويطلع بدوره، ونخلق من شركات مقتدرة، شركات فاعلة، شركات لها المقدرة في المساهمة في حل مشكلة النفايات في محلية الخرطوم. هذه الشركات، في بعض الشركات لم تستطع القيام بالدور المنظمة تقوم به وفشلت، ونحن يمكن أنهينا تعاقدنا معها. هي شركات أكثر من شركة أو شركتين، 3 شركات تقريبا نحن أوقفناها، وكل مرة بتجي شركة وبتقدم لنا، وهي مشكلة مستمرة بتاعت النفايات طبعا والنفايات ذاتها. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أنتوا ما هو سقف طموحكم؟ يعني أنتوا دايرين الشركات دي تصل بينا لشنو إحنا كمواطنين وأنتوا كمحليات؟ طموحكم شنو؟ نحن نريد أن تكون الخرطوم عاصمة خالية تماما من النفايات عبر سيستم وعبر برنامج معد إعداد جيد لنقل النفايات، لأول حاجة جمعها وتخزين الوسيط بتاعها والتخلص النهائي، التخلص الوسيط والتخلص النهائي. المدة الزمنية يعني المدة الزمنية المدة الزمنية اللي انتم خدتين على ان تكون الخرطوم زي ما احنا رفعنا شعار هنا في هذا البرنامج ان تكون الخرطوم عاصمة اجمل، انتم المدة الزمنية الدايرين الخرطوم تكون عاصمة كبقية عواصم الدول المتقدمة، الزمن الخاتين ليه وقدر شنو؟ والله احنا برنامجنا انه بنهاية هذا العام، نحاول نهاية هذا العام عام 2017 تكون مدينة خالية من النفايات كرصيفاتها على مستوى المدن المشابهة في الوطن العربي وافريقيا ان شاء الله. وهذا حلم نحن حقيقة نسعى له وجادين ان شاء الله جدا، لانه السيد معتمد محلية الخرطوم الفريق احمد علي عثمان ابو شنب هو يقود عمليات النظافه الان بنفسه، واصدقك القول خلال شهر رمضان كله وايام العيد، يعني هذا الرجل يقف بنفسه في توزيع العمال ومتابعه ادائهم ومتابعه اداء الشركات، ده كلها يعني حرصا مننا في ان نخلق من هذه العاصمه عاصمه نظيفه وعاصمه يعني خالية من النفايات. أستاذ أحمد يعني معلومتك دي استوقفتني شوية، يعني إذا كان المعتمد هو بنفسه ينزل ليشرف على النظافة، وين مدراء الإدارات؟ وين رؤساء الأقسام؟ بيعملوا في شنو؟ أنا داري أوريك مدى اهتمام هذه المحلية بمسألة النظافة كواحدة من الخدمات التي يعني نعترف انه احنا نؤديها للمواطن هي مساله النفايات. عشان كده كل منسوبي محليه الخرطوم
الآن يشغل بالهم تماما تقديم هذه الخدمة، ونحن نتابع الأداء حتى نصل، لأنه نوع من المتابعة، والمتابعة نحن نتابع المنسوبين بتاعينا والعاملين في مجال النفايات وكذلك الشركات العاملة حتى تطلع بدورها الكبير الذي يمكن أن يغلق من هذه المدينة عاصمة بلا نفايات. حقيقة من باب نحن قوم نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، للأمانة ما طرقنا باب الأستاذ أحمد البليجي إلا ولبى لنا في كل كبيرة وصغيرة، وأحيانا يتواصل بنفسه ليعطينا ويزودنا بأرقام الكثير من الجهات التي نتواصل معها. الأستاذ أحمد طه المليجي المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك، وأرجو لو سمحت لي في أقل من دقيقة أن أضيف بأنه نحن حتى في عشان نحن نجود أدائنا في النظافة، الآن نحن عندنا برنامج لتبليط الشوارع ورصها بالانترلوك وعمل التلوتوارات، والآن نحن نقود حملة كبيرة جدا لعمل حدائق، وأظنكم قد رأيتم بأعينكم الحدائق الآن والمساحات الخضراء التي يعني عملتها محلية الخرطوم، إذا كان في شارع الطابية اللي هو شارع الإمام المهدي قرب، أو في الشوارع الأخرى في شارع معانين إن شاء الله، معانين أستاذ أحمد. هذه كلها إسهامات إن شاء الله نتمنى أن 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 أن, أن, أن تتحقق حتى نخلق من هذه العاصمة معانين إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني نظيفة. وأنا يعني دائما عبركم أن أناشد المواطن أن يعمل معنا، لأنه هو يعني رأس الرمح إن شاء الله. يعني هذا دورنا إن شاء الله في الإعلام، ونحن وإياكم نتعاون على تثقيف المواطن في مثل هذه المواضيع وغيرها. مدام أنت ذكرت الشوارع، يا ريت كمان تركزوا لنا على الأتربة الموجودة على يمين ويسار الشوارع، لأنه أحيانا الواحد ما بشوف الزلط من الأتربة الموجودة. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. طيب أستاذ نور الدين، يعني إذا قلنا إنه الشركات دي حتجي شركات من برا تنافسة، ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للشركات المحلية الموجودة؟ هو السؤال لازم يوجه الشركات الموجودة مالي بس. لا ما أنتوا يعني أنتوا هل حتزيد، هل كل ما زادوا هم تنافسهم مما يدل على انكم انتم حتزيدوا السقف اكثر؟ يعني السؤال الذي يليهم هم حيمشوا وين مع التنافس الموجود؟ هل حيقدر يواكبوكم ولا لا؟ هو في الحقيقه هو شركه راس مالها كبير وسقفها عالي، يعني حتى السيستم مغاير للسيستم بتاع الشركات، مع احترامي للشركات المحليه، مع احترامي لها وتجربتها الكبيره، بس انت من خلال نظرتك للشركات المحليه، من خلال نظرتي انا، انت شايف ان الشركات المحليه لا تقوم بتطبيق المعايير الموجوده في النظافه؟ هكذا تريد ان تقول؟ لا ما اقول لا تطبق المعايير، ممكن امكانيتها كده، امكانيتها محدوده، لكن الامكانيات لما تكون كبيره وخبره كبيره يعني يكون الجوده تكون اكثر. احنا ما قصدنا وبسؤالنا انه ممكن السؤال يعمل لك حساسيه بينك وبين الشركات العامله، نعم. لكن المجال مجال تنافس، نعم اكيد، وكل انسان يقدم ما عنده بالامكانيات التي عنده، نعم. طيب انتم بالنسبه لكم الشركات المحليه العامله حتعملوا بنهجهم والحاجات اللي هم عاملين بها، ولا ما حتعملوا ولا بحاجه من الحاجات اللي هم قاعدين يعملوها؟ هو احنا عندنا تجربه كبيره، يعني كبيره، ولكن حناخذ حاجه، والحاجه اللي ممكن تهمنا ان خصوصا لاهل مكه ادرب الشعابيه، خصوصا التعامل مع الساكنه، ويعني في امور حنستفيد منها اكيد، لان ما ممكن تسير عمال مثلا او مسؤولين سودانيين بطريقه كل شعب وعنده طباعه وثقافته وعاداته حتى في التعامل معه، لذلك الجانب ده ممكن نستفيد منه، اما الجانب التقني فأظن هم اللي حيستفيدوا منها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى، وحنرجع إحنا حنذكرك، حنرجع نصور الأماكن اللي صورناها، وعلى وعد من يعني المواطن إنه إن شاء الله تعالى حنصور الأماكن دي أكيد، وحنرجع نعرضها لكم، حنستضيفكم إن شاء الله. أستاذ مجاهد، الشركات الأجنبية جاية بقوة وبإمكانيات عالية وبرأس مال يعني كبير، أنتوا دوركم شنو؟
وموقفكم شنو؟ نحن اول حاجه، انا اول حاجه بقول نظافه البيئه مذوليتنا جميعا، يعني مذوليه الشركات ومذوليه المواطن نفسه. والثقافه بتلعب 70% من النظافه، حتى لو جات شركات وبامكانيات عاليه برضه ما حتقدر تعمل اي حاجه. وهم اوزون جو قدامنا اليوم قريب شهر، يعني المساله ما مساله امكانيات او عربات او كذا، على حسب درايتنا وحسب قرايتنا للوضع اللي نحن فيه. مساله عمال في المقام الاول. كيف يعني عمال؟ انت عمالك موجودين واكفاء وهم والي لك، يعني بيقولوا لك يعني. طيب ما دام انت جبت سيره العمال، نعم، انتوا بتدوا العامل كم؟ نحن العامل بنديه مليون غير الحوافز. انتوا بتدوا كم يا استاذ نور الدين؟ 1900 زائد تحفيزات 1900 زائد حافز. نعم. وانتوا بتدوا مليون. لو تكلمنا على جانب العمال بس، نعم، يعني ما في الضعف بالاضافه للحوافز. طيب انا بديهم مليون لكن بديه امتيازات ثانيه، يعني هو برضه بيديهم مليون و900 وبيديه امتيازات ثانيه. لا انا هو بياخذ في اليوم يعني ما يغار هو شركه اوزون نقل النفايات فقط، اضافه لضمان اجتماعي وتامين وكل حاجه كله. نحن موجود برضه ضمان اجتماعي والتامين كله موجود. هل عندكم نظام العامل يعمل 3 شهور بعدين يستغنوا منه بعدين ثاني يرجعوا يتعاقدوا معه كل 3 شهور يفصلوه ثاني كده؟ لا ما عندنا، عامل على طول وعنده تامين وعنده حقوق. لو من تنتهي الفترة بتاعته سنة أو سنتين أخذ حقوقه كلها كاملة. وبعدين العامل عندنا ذاته جانب التأمين الاجتماعي، التأمين الاجتماعي، ونحن أصلا مذولين منه مذولية مباشرة. كان أسرته، كان هو شخصيا في أفراحه في أحزانه، يعني مهيئ له بيئة تماما. ما عنده سكن، موفر له سكن. كثير من العمال موفر لهم سكن، كان في المجاهدين كان في الخرطوم. عشان كده ما بنحتاج يعني ما بكون عندنا نقص في العمال نهاية. ايام العيد كانت القوة بتاعتنا مكتملة من يوم التاسعة، هم شغالين لحد الساعة 2 صباحا. وتخيلي سكان العمارات والخرطوم شاهدوا الحاجة دي. وفي ايام العيد ذات القوة بتاعتنا مكتملة، اول يوم في العيد، ثاني يوم، ثالث يوم، كل عرباتنا مكتملة. استاذ علاء، وكل القطاع كده. ونحن بنشكر اللجنة الشعبية بتاعت العمارات على دورها ومراقبتها لنا، بالاضافه للمحليه اصلا برضه قاعد تراقبنا، لانه هم واضعين لنا برنامج محدد سيستم، يعني احنا منفذين لهم. استاذ علاء شكرا، شكرا جزيلا. استاذ علاء بالنسبه لكم انتم هل مستعدين انكم تنافسوا الشركات الجايه بثقل؟ بالتاكيد طبعا، نحن عندنا الثقل بتاعنا وعندنا خبراتنا، ونحن برضه بنرحب بالشركات نستفيد منها في بعض الخبرات ومنرحب بها كونها هي تجي وتعمل معانا في 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 بلدنا وفي كده، ومنرحب بها. وبرضه نحن عندنا الخبرات الكفايه. وانا في نهايه الحلقه ما يسعني الا ان ارحب بكم زي ما انت رحبت بالشركات القادمه. اذكر الاخوه المشاهدين بارسال المواضيع والصور والفيديوهات عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك حديث الناس. في حلقة الغد إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الجانب القانوني والتشريعي للنفايات بإذن الله تعالى، وهذا المفتوح، هذا الموضوع سيظل مفتوح كما عودنا المشاهد الكريم. في كل الحلقات سيكون هذا الموضوع مفتوحا بإذن الله تعالى، ويعدوننا الإخوة الكرام أن يكونوا معنا دائما على تواصل، سواء بالاستضافة داخل الاستوديو أو بالتواصل عبر الوسائل المختلفة. الأستاذ علاء الدين علي جبير، رئيس مجلس إدارة شركة كوستيلا للنظافة، شكرا جزيلا لك. والأستاذ مجاهد سيد أحمد محمد، المدير العام لشركة الرياض للنظافة، والأستاذ نور الدين رحماني مدير شركة أوزون، وكان معي عبر الهاتف الأستاذ أحمد طه المليجي المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم. والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في حلقة الغد، إلى ذلكم الحين تصبحون على ألف خير.